بركة ومعكم ريم من جاب القوة. فيلم جديد. هذا الفيلم عبارة عن قلتش كيف هي تطير في الشتاء. بعض الناس عايزين يطيرون ولا الطريقة مرة سهلة، وبعض الناس بيقولوا إن راح تنطين عند الطريقة السخيفة. إيش الطريقة السخيفة اللي تعمل هيك وتظل طاير وتظل توازن؟ أنا عندي طريقة ما تحتاج توازن وتكتشف أخي، بس أخي ما عنده شانل فحبيت أنشر في شانلي. شايفين قفزنا دسنا شوف تطير وتفتح السيتنج راح تظل طائر ولا تحتاج وازن. زي ما شايفين فقدت امشي الوف على راحتي. فطبعا لو قفزت يعني لو طشت الطيران راح تروح الجفت شت ومع السلامة.